وتواصلا للاجتماعات التنظيمية للمؤتمر الشعبي العام، فرع المؤتمر بمديرية العرش محافظة البيضاء يؤكد ضرورة تفعيل العمل التنظيمي ويجدد الوفاء للقيادة والصمود في وجه العدوان ورفض الجبهات بالرجال والمال. تواصلا للاجتماعات واللقاءات التنظيمية التي ينظمها المؤتمر الشعبي العام بمحافظة البيضاء، دشن اليوم بمديرية العرش فعاليات العمل التنظيمي للعام 2017، والذي يأتي بعد عامين من الصمود في وجه العدوان. أثبت المؤتمر قيادة وكوادرا وأنصارا صدق انتمائهم لتنظيمهم الوطني الرائد المؤتمر الشعبي العام، مجددين العهد والوفاء للقيادة السياسية والتنظيمية ومباركتهم لكل القرارات والخطوات التي تمضي فيها قيادة المؤتمر الشعبي العام ممثلة بالزعيم علي عبد الله صالح. الإخوة الأعزاء أعضاء المؤتمر الشعبي العام، يأتي هذا الاجتماع ضمن اجتماعات لفروع المؤتمر بمديريات للوقوف أولا على آخر التطورات على الساحة الوطنية وأهمها تداعي العدوان الهمجي ومواجهة هذا العدوان من خلال تفعيل العمل التنظيمي لفروع المؤتمر الشعبي العام وبخطوات وإجراءات عملية تعيد نشاط وحيوية المؤتمر خفاقة على كافة المستويات التنظيمية، معتمدين على الرجال المخلصين من أعضائه وقياداته وشبابه التوابون للعمل التنظيمي. وإذا قال لنا في هذا المقام أن نقول كلمة حق فهي أننا نرفع أسماء آيات الشكر والتقدير للأخ رئيس الجمهورية السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي عبد الله صالح الذي كان وما يزال يحمل هم هذا الفضل، وقالها في كل مناسبة وبالصوت العالي: إننا نقف ضد العدوان ولن نقبل بأي عدوان يمس اليمن أرضا أو بشرا. وفي اللقاء التنظيمي الموسع لقيادات وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عبر الجميع عن افتخارهم بصمود الشعب اليمني واعتزازهم بالانتماء لحزب الوسطية والاعتدال في ظل ظروف صعبة ثبت فيها الشرفاء، وكيف لا يثبتون وهم ينتمون للمؤتمر الشعبي العام. المؤتمر الذي هو السائد، المؤتمر مؤتمر الاعتدال الوسطية التعايش مع الكل، أدعوهم إلى الوقوف صفا واحدا ضد العدوان. عدد من الكلمات والمداخلات والقصائد الشعرية أكدت في مجملها الصمود في وجه العدوان والحفاظ على مقدرات الوطن وضرورة تفعيل العمل التنظيمي وتفعيل دور الشباب. عبد العزيز الملجمي، اليمن اليوم، محافظة البيضاء. يواصل العدوان السعودي